وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طيب السائل بيقول بعد السلام قال انتوا من زمان وين؟ ظهوركم فجأة خلاني اشك فيكم يا اخ. شوك ساي عليك. قال السؤال الثاني، هذا الامر العظيم وهو التوحيد، ما الاسباب التي يجعل الانسان ينصرف عنه؟ هل من اغراض نفسية ام هل من اجل الهوى ام من اجل العقل؟ طيب التوحيد يا اخواننا انصرفت عنه كثير من الناس لأسباب. من هذه الأسباب ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. الظالمون موقوفون عند ربهم، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. إذن السبب الأول من الأسباب بتاعت الناس بيضلوا وبخلوا التوحيد دعاة الباطل، لأنه الآن الشرك عنده دعاة شغالين ليل نهار. عشان كده ربنا هنا جاب لك في الآية قالوا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الآية دي معناها شنو؟ معناها في ناس بيجوا يوم القيامة ربنا قال موقوفون عند ربهم، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني ديل بيتكلموا وديل بيردوا عليهم. الضعف المساكين ديل ما كانوا غاشينهم في الدنيا هنا، بيقوموا بيقولوا للجماعة الكبار بتاعنهم، بيقول لهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. ربنا قال قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. طبعا الكبار ديلك ما بخلوهم، ردوا عليهم قول لهم انتم مجار ما براكم. عشان كده سبب من الاسباب ان زول مجرم براه، وسبب من الاسباب غشوه علماء الضلال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الشعراء قالوا تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. قالوا ضللونا ناس من المجرمين. الليلة لما تفتح الإذاعة بتاعتنا بتاعت البلد دي السودان، ولما تفتح التلفزيون بتاعنا بتلقى في مجموعة من المجرمين قاعدين جوا. كلمك النصيحة، مجرمين مجارم كبار جوا التلفزيون جوا الراديو. واحد بيعملوا معاه برنامج زي ما في برنامج البريق، برنامج فاشل جدا بتاع صوفية في قناة النيل الأزرق. في برنامج حلل البريق جابوا واحد صوفي وعاملين معه لقاء، بعد شوية سألوه عن كرامة قال له من الكرامات. وطبعا يا أخوانا الكرامات في الدين موجودة، يعني كون ربنا يكرم عبد من عباده بكرامة ما في مشكلة. انت تكون جعان الله يجيب لك أكل من حيث لا تحتسب، تكون انت في محلة بعيدة عطشان ما في موية دار تموت الله ينزل لك مطرة تشرب، دي كرامة من الكرامات ما في مشكلة. كويس، اي كرامة تساعدك على طاعة الله ما في مانع، ممكن تكون في كرامة. لكن تعال شوف الشغل بتاع الصوفية، كرامات الصوفية دي ما كرامات، ديل كأنهم اخذوا الصفات او هم حقيقة ادعوا صفات الله للشيخ بتاعهم. ده سألوه قالوا له ادينا كرامه لابراهيم الكباشي، قال من كرامات ابراهيم الكباشي يقول للشيء كن فيكون. اصل كرامه بتاعت ولي يقول للشيء كن فيكون. طيب ربنا يقول شنو؟ ربنا في القران يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ده ربنا سبحانه وتعالى، ده ما ابراهيم الكباشي. الكلام ده انت قال وين؟ ده في التلفزيون، التلفزيون بتاعنا بتاع البلد دي قناة النيل الأزرق. أي صوفي كلامي ده مو عاجبه بكورك برا ما تسألني أنا، ما المشكلة ما مني أنا. تمشي قناة النيل الأزرق تقول لهم جيبوا لي الصوفي قال الكلام ده جيبوه من أضانه،
ولا تعال انت شيخك يقول للشيخ كن فيكون، بلاش كذب معاكم كلام فارغ، ما ممكن. الصوفية عندهم الشيخ ده بيعمل اي حاجة. في دكتور بروفيسور مات قبل كم سنة، كان مدير بتاع جامعة ام درمان الاسلامية، انت كيركز معي في الكلام ده كويس. الزول ده ما صوفي ساي حوار بياكل في مهيوبة ولا بيرقص في النوبة، ده راس كبير، راس بتاع صوفية، اسمه الدكتور حسن الفاتح قريب الله، كاتب كتاب اخضر قدر الضربة، عنده كتب كثيرة قريب 100 كتاب، منها كتاب اسمه يستنبئونك، الصفحة 183، كلامي ده لو لقيت فيه حرف غلط تعال قابلني، الصفحة 183، كتاب يستنبئونك، سألوا سؤال هو كله على صيغة سؤال وجواب. من الأسئلة قالوا له هل يجوز للولي، هل يمكن للولي أن يخرج من القبر، يعني بعد ما مات يخرج من القبر ليقضي حوائج الناس ثم يعود؟ الإجابة قال نعم، ولي يطلع من القبر. خليتوا بالكم يا أخواننا، زول مات دفنوه، يجي مارك تاني قال بحلحل للناس مشاكلهم وبرجع. أنت بتصدق كلام زي ده؟ هو في مشكلة أكبر من مشكلته؟ السنعت إحنا البرة ديل فيكم واحد عنده مشكلة أكبر من المدفون جوا ذاك؟ هو مدفون زي الله عريان، زي أول حاجة دي مشكلة نمرة واحد، زول عريان. اثنين، أكل عنده؟ ما عنده. الطعمية بتاعتنا دي ما عنده. شراب موية بيشرب فيه؟ ما في. هوا سايق فيه؟ مروحة جوا فيه؟ أكبر مشكلة مشكلته أصله لو بيحل مشاكل اللي يمرقوا من المحل ده، بس اللي يمرقوا يمشي وبعدين يحل مشكلتك ورجع تاني ليه؟ أصله حل مشكلتك يمشي على أولاده طوالي ركب ركشة يفوت لأولاده. ده دين الصوفية. كتاب اسمه أزاهير الرياض، ركز معاي، أزاهير الرياض ده كتاب بتاع سمانية، أكبر من أكبر كتب السمانية في العالم، كاتبه واحد اسمه عبد المحمود نور الدايم، قبره في طابت. الليلة دي تمشي هناك طابت قول لك ده قبر العارب بالله، البحر الفهامة والمحيط الكامل والبحر الشامل والعارف الكبير، هناك في طابت. قبل فترة قالوا قبره طلع موية، يطلع موية يطلع زيته، نحن ما عندنا معه شغلك. قال طلع موية، الناس راكبين بالحفلات وبصات ماشيين هناك، قال قبر بتاع طابت، الراجل طابت البرع بيمدح فيه، لو كم من نفوس طابت عظيم محمود، لا عظيم ولا اي حاجة. جوا في الكتاب بتاعه الصفحة 133، لقيت كلامي ده غلط تعال قابلني، أزاهير الرياض الصفحة 133، قال الشيخ من كلامه، من كلام احمد الطيب البشير، وده زعيم السمانية بتاع مرحي، ده هناك بتاع طيبة ومرحي كويس، بيجاي مدفون ورا جنب الهواوير هنا كويس، ومرحي معروفة. قال من كلامه رضي الله عنه، وأول حاجة الله ما رضى عنه، احنا عارفين المعلومة دي، ما رضى عنه ولا يشوف، ربنا ما بيرضى عن زول زي ده، فهمتني؟ زيد على ذلك قال من كلامه رضي الله عنه، من رآني ومن رأى من رآني إلى ثلاثة، يعني سلسلة كده ثلاثة، ده شافه وده شاف الشافه وده شاف الشاف الشافه كده، قالوا سبعة، قال لم يحرق بالنار، شوفه بس، يعني لا تصلي لا تصوم لا تمشي الحج لا تتصدق لا تدير أمك ولا إيش، بس تفتش وين أحمد الطيب، ما لقيته الشافه، ما لقيته الشاف الشافه، ور سبعة كلهم قال في الجنة. شوف الله، الجنة دي عند الصوفية سهلة، كيف جنة سهلة خلاص، عشان كده تلقى كثير من الصوفية ما شغالين بده حلال ولا ده حرام، تلقاه قاعد هناك في الخلوة ماسك سبحته يا دايم يا دايم، وبنته مارقة عريانة لابسة حاجة هنا ومارقة ما بيشتغل بيها، لانه بعدين بتجي مارقه بتجي يوم القيامه طوالي ابويا شيخ ولا هذه شافتني، شافت الشافك وشافت الشافه الشافك، خش الجنه طوالي.
ده دين هسه؟ أسألك بالله ده دين؟ يا ناس في ناس شافوا الرسول الأفضل ده ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفضل النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس شافوا النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده جاء الحديث في الأدب المفرد أن رجلا قال لأحد الصحابة قال طوبى، يعني بيمدح فيه، بيمدح في الصحابي ده، قال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا لا شك انه انسان شاف النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به، لا شك انه ده ممدوح، ها، وزول مقيم لانه صحابي، فبيشكر فيه وقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي قام قال له، قال وكم من الناس من رأى رسول الله وكبه الله على وجهه في النار. ليه؟ لأنه ما آمن به. إذن القضية تشوف بعينك ولا تؤمن؟ القضية تؤمن. عشان كده مش لو شفت أحمد الطيب، لو شفت رسول الله، رسول الله عديل عليه الصلاة والسلام وما آمنت به، جهنم طوالي. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. تجي تأصغي تقول لي الجنة نخشها بشوفت الشيخ مشى قدام في كتاب زهير الرياض ذاته، وأنا أكلمك من كتب عشان ما تغالط أنت، دي كتب قاعدة في السوق، نفس الكتاب قال كنت ألتمس رؤية سرة الشيخ، ده حوار في الكتاب، قال لأني علمت أن من رأى سرة الشيخ لم يحرق بالنار. كمان خليك شوفت الشيخ جابت لها سرة كمان، السيدي شوفوها كيف، دي مشكلة تدب؟ يعني أنا أقعد أفتش في سرة الشيخ أشوفها؟ ده ما بجوز، السرة دي عورة، والعورة من السرة للركبة عورة الرجل. أقعد يا أخواننا نحن الواحد يشوف له عمل صالح ولا يقعد يباري في سرة الشيوخ؟ مش تشوف لك عمل صالح ينفعك؟ لكن دين التصوف أصلا دين خرافي، دين خرافي وما مبني على أدلة من الكتاب والسنة، فهمتني؟ طيب، فيبقى الإجابة على السؤال ده إنه ما هي الأسباب اللي منعت الناس من التوحيد؟ الأسباب أئمة الضلال، سبب إجرام الناس براهم، سبب الشبهات في الساحة، سبب في النهاية في ناس عندهم نفوس رزيلة، ناس أصلا ناس بيحبوا الرزالة، يعني الواحد ربنا أكرمه وجعله عبد له وربنا أكرمه بالعبودية، امشي يزيل نفسه لشيخ تلقاه زول في الشارع محترم، زول كده في منصب مرموق، أول ما يجي محل الشيخ هناك يملص نعلاته وقلع الطاقية والعمة كويس، ويجي جاري يبوس في كل عين الشيخ. يا ناس في واحدين بيسجدوا للشيخ عديل، لو بتغالط برسل لك شيخ صوفي كبير نظاراته قدر الكتلة قاعد في الكرسي والجماعة بيجوا بيسجدوا له في الواطة. ودعر كلامنا ما تستغرب منه، لأنه في الإذاعة وفي التلفزيون في واحد اسمه محمد المنتصر ده قال لهم بجوز، وقال دليل، تخيل معي، قال الدليل يوسف عليه السلام قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال ده دليل على انك انت تسجد للشيخ. يا ناس دي في شريعتنا نحن ولا في الشرائع السابقة؟ وحتى في شريعة يوسف عليه السلام كانت من باب التعظيم، ده ما كان سجود عبادة. وعلى اي حال السجود في شريعتنا ما بجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما في زول بيسجد لزول، ده قال لهم بجوز تسجد للشيخ. أقول لك حاجة، ده قال لهم الشيخ بتاعنا ده بيخلق عديل، يعني ممكن الشيخ يطلع لنا سودانيين جداد ميدين سودان هنا، لا خلقنا الله ولا حاجة، ده نظامه كده يعني خلقهم الشيخ يكتب لك عليه ورا هني ميد ان سودان، والختم صوفيه.com زت ورا ده الخلقه منو ده؟ معقول خلقوا الشيخ يعني؟ يا ناس
يا ناس ده بلد مسلم وده بالاذاعه عادي جدا تلقى زلمه بيتكلم وبعد ما ينتهي يقول لك ايها المشاهدون الكرام نلتقي في الحلقه القادمه وجاي ثاني راجع يعني مطمئن انه هسه قل ادبه وتاني بيجي راجع في برنامج عمله في جامعه الخرطوم ده يا اخوه دي قمه اللعب بالشريعه الاسلاميه جامعه الخرطوم تحتفل بكتاب اسمه طبقات وضيف الله عقدت له برنامج دي يا اخواننا الجامعه الاولى عندنا في السودان فهمتني دي قمه الهرم العلمي في السودان تعمل برنامج كامل للاحتفال بطبقات وضيف الله تعرف طبقات وضيف الله ده فيه حاجات كده خليك من المخالفات العقديه فيه حاجات العقل ده ما بيقبلها قال شيخ من الشيوخ جابوا له ولد صغير رضيع ما بيرضع قول ابويا الشيخ ده بيرضع قال جيبوا لنا رضع عليكم مسكوا براه مد له مرته مسكوا براه رضع وقال ودى لهم اصل انت بالصديقه في راجل بيرضع لكن الصوفيه عادي عندهم الراجل يرضع والمره تطير وكله ده عندهم عادي يعني ونفس الكتاب قال مرك ما بعد ما مات الشيخ مات مرك كراه وقال برا الغور كده مسافه ودخلها وهسه ده احنا هنا بنستفيد منه شنو يعني؟ قول هسه مرق يعني. اها يعني على السودان بيستفيد شنو؟ شيخ مرق وراعه وده مرق ضنبه يعني احنا بنستفيد شنو؟ وده دين هسه يعني؟ كلام فارغ وده كله من اسباب الضلال، شفت دي؟ من اسباب الضلال في السودان. طيب قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه في ذلك ومن دعا الى ضلال كان عليه من الاثم مثل من اتبعه في ذلك أرجو عدم الإساءة لأشخاص أفيدونا جزاكم الله خير إساءة الأشخاص وينهي ذاته نحن أسينا لمنوسة نحن من بدأت الحلقة دي نبزنا أبو زول نبزنا أم زول أسينا لزول في عرضه يا أخي نحن بنقول لك ده قالوا كلام ده قال بيرضي عنك ده خليني من تعليغانا تعليغانا خليه على بيرضي ده تراك فيه شنو نخليه يرضي إساءة يعني ها وداك الحمل وده يلد نخليهم يعني ولا كيف انا ما يتوريني في دي كتب الكتاب ده انا كنت طالب قبل يوم في الجامعة درسونا من الكتاب ده يعني انا اجي اقول الشعب السوداني خلي ساي شيخ صوفية يرضع بهيني وداك يولد الحريم بيجاي وده يعني انا اخليهم ولا كيف شوف الزول اللي بيقول الكلام ده يقول لك ما تتعرض للاشخاص وما تذكر لنا الناس وهي زول انت ما تلف وتدور في غلط قدامنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره أسألت لو لقيت لك واحد معابد ناس في الشارع لقيت لك واحد معابد ناس كويس غصب على الفجور والفاحشة انت بتخليه تقول يا اخوان والله يا حقيقة انا ما عندي شغلة مع الناس خليهم بتخليهم ما بتخليهم يا اخوان هذا منكر قدامك انت ما بتخليه عشان كده نحن في النهاية ربنا بيسألنا من الباطل اللي غرروا ضلوا اهلنا اهلنا كتار مساكين الواحد تلقى معتقد العقائد بتاعت الصوفيه دي انا واحده من اهلنا كويس لقيتها معتقده في كتاب والله ما كنت متخيل انها بتكون عارفاه ذاته كتاب اسمه ليك سلام مني ده بتاع البرعي كتبه زمان قبل ما يموت كويس جوا فيه قصايد تمحنك قصايد تمحنك انت ذاته لقيت المرأة المسكينة دي محتقدة في الكتاب ده وقالت ده حق وده دين ده قال الشيخ أحمد الطيب قال يحضر مريده في النزع والقبر تعال شوف لك محن المريد بقى مات أحمد الطيب ده مات زمان يا أخوانا مات زمان مات مات قال بيمرق بيجي انت لما تيجي تموت قال بيجي بيقعد جنبك يحضر مريده في النزع لما الروح دار تبرق في النزع والقبر لما الروح دار تبرق بيكون قاعد جنبك والجبال الغبر قال للحجة يلقن كمان بلقنك الشهادة هو ما هو قال كده خلينا هو قال وهو مات يجي قال يلقنك انت الشهادة قال للحجة يلقن بأحسن التعبير وله يؤانس مش بيلقنك ساي اول ما يدخلوك في الغبر بيمشي يقعد جنبك بونسك ها كيف اخبارك والحاصل شنو في البلد شنو الطماطم رخيصة الايام دي والبطيخ طلع ولا لسه يونسك قال يونسك يا ناس ها وما زنبي غلب الهلال ولا وصعد منه يا ناس قال وله يؤانس بيونسك كمان في الوحدة والشبير قال في جنان الخلد
شاهد مولاه الكبير. قال الشيخ ده خش الجنة وشاهد مولاه الكبير شاف الله. قال كويس؟ قال في مصر تجزأ للأربعين أحد في مصر. قال بشرح البيت البرع براو. قال في مصر عزموا أربعين حوار في رمضان. أربعين حوار عزموا الشيخ وأي واحد ما عارف الثاني عزموا. قال الشيخ لبى الدعوة للأربعين. أول ما جاء وقت الإفطار قال تطور الشيخ. تطور يعني تفرطك كده لأربعين واحد. أربعين شيخ بقى فطر هيني يعني قش له أربعين صيني اليوم ده. ده شيخ واحد بس. ده شيخ ولا تمساح ده؟ شت قال كلم فطر مع أربعين. قال في مصر تجزأ للأربعين أحد. كويس؟ كويس؟ ما ترقصوا ها؟ كفايه ناس فهمت كلامي؟ ده دين يا اخواننا؟ والله لو بذول بغير انه ده دين يبقى ده ما بيعرف الدين الاسلامي كله كله. قال وليذكر اسمه عند القبر يسعد. البرع الى من شرحه قال اي زول قال من جاء عند حفره لقبر ميت من الاموات فقال هذا قبر احمد الطيب قال لم يعذب ولو لم يكن من اهل الطاعات. يعني بس لما نجي يحفر قبرك لا تصلي لا تصوم ولا اي حاجه بس لما تجي عند الموت حفروا قبرك ايوه قال بس يقولوا هذا قبر احمد الطيب قال فلا يعذب. ملائكه طوال يقولوا بالله قالوا احمد الطيب هنا خلاص خلوه يا اخوان. ده شنو ده السده؟ كويس؟ ده كلام فارغ. ده كله كلام فارغ. في واحد من برا مرسل ورقه معترض قال 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 دي محاضره ولا مسرح؟ وانا انا احكي لك في نقطه هنا. انا ما بقول لك في كلام بيضحك يعني زول بيرد راجل بيرضع دي بتضحك ولا بتبكي؟ انا ضحكت هسه انا شفت انا قاعد اضحك. ما هو قال لك في راجل بيرضع والناس ضحكوا انا اسوي لهم شنو يعني؟ انا اقول لهم ما تضحكوا؟ شوف الله الناس زعلك الله وانت هسه بيك ضحك الناس ولا بيك الودر الناس ذاك؟ خلينا انا ضحكت الناس قول انا ضحكتهم عملت لكم مسرحيه بسموه منو ذاك بتاع المسرحيات ذاك قول عملت لكم مسرحيه انا كويس؟ ضحكتوا انا ضريتكم بحاجه؟ الضحك ده فيه مشكله؟ ده عنده مشكلة نفسية ولا شنو الزول ده؟ ما دار يضحك. يا اخي اضحك يا اخي خلي عقيدتك كويسة اضحك ابكي فنجط نطط بس دارين عقيدة احنا مش عقيدتك كويسة اضحك صرت ضحك حرام يا اخوانا اضحكوا عليكم الله كده اضحكوا. ده شنو ده الكلام الفارغ ده يا اخي؟ ده زول في النهاية دار يدافع عن الصوفية بالباطل تضحك تبكي ده ما موضوعنا معاك احنا. نحن موضوعنا معاك التصوف ده باطل والكلام اللي في العقايد بتاعت الصوفية وفي مدايحهم ده كلام باطل. بعد ذاك تضحك ما ده ما موضوعنا احنا معاك يا اخي ما موضوعنا معاك. تعال هنا بنضحكك وفي الجامع بنبكيك وكده عقيده عقيده نظيفه وجع التصوف برا. شيخ شهاب قاعد ولا مشى؟ شيخ مشى؟ طيب